مستهدفات التنمية الشاملة وفق رؤية البلاد 2030. ولمزيد من التفاصيل حول هالموضوع أسعد أن يكون معي عبر الهاتف المتحدث الرسمي للتعليم العام التعليم الجامعي عفوا الأستاذ طارق الأحمري. حياك الأستاذ طارق وسعيدين فيك. الله يعافيك وشكرا لكم على هذه الاستضافة. حياك الأستاذ طارق ونعتذر أيضا على التأخير. اليوم بودنا تعطينا لمحة نحن والمستمعين عن مسار التميز الابتعاث وأيضا لمحة تعريفية عن الأستاذ طارق. طيب في البداية دعنا في وزارة التعليم نتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو سيدي ولي العهد على دعمهما المستمر لقطاع التعليم وأيضا الاستثمار في الإنسان السعودي. الحقيقة أن هذا مسار التميز الابتعاث هو نوع من أنواع الابتعاث النوعي وهو أحد طبعا مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. الفكرة من هذا المسار أنه يهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في التخصصات التي تحتاجها عدد من الجهات الحكومية في رؤية المملكة 2030. هذا المسار الهدف الرئيسي له هو يرفع مستوى التعليم في الكوادر وأيضا يسهم في صناعة المستقبل من خلال ابتعاث الطلاب والطالبات في أفضل الجامعات العالمية. لدينا أكثر من 32 تخصص في 70 جامعة متميزة حول العالم. طبعا هذه التخصصات متنوعة ومختلفة حسب احتياجات الجهات وأيضا بما تأتي بالتوافق مع رؤية المملكة 2030، وهذا ما يميز مسار الابتعاث عن غيره، إذ أن الطالب سوف يبتعث إلى جامعات اعتيادية على حسب قائمة التخصصات الموجودة، بمعنى أن الجامعة قد تكون متخصصة قد تكون متميزة في تخصصات معينة لكن قد لا تكون متميزة في تخصصات أخرى. فالمقصد أن هذا التنوع يأتي شمولية تحديد أيضا هذه التخصصات في الجامعة. دعنا نتحدث عن تخصصات مثل العلاقات الدولية، الاقتصاد، القضية، العدالة الجنائية، الأمن الوطني، علوم البحار، علوم الاتصال. هذه مثل هذه على سبيل المثال احنا نستطيع نشرح كل التخصصات، لكن مثل هذه التخصصات تأتي وفق احتياجات هذه الجهات لتأهيل كوادر وطنية لأبنائنا وبناتنا لخدمة المجتمع. هذه خلينا أروح لسؤال مهم جدا. اليوم لما أنتم اشتملتوا على 32 تخصص أستاذ طارق، هل هي التماس ورؤية المستقبل في هذه التخصصات خصيصا؟ لا شك هذا سمي مسار التميز لأنه متميز في جامعات محددة ومتميز أيضا في العائد الذي سوف يقدمه للوطن من خلال ابتعاث أبنائنا وبناتنا في جامعات تلبي الاحتياجات التي تريدها القطاعات الحكومية وخصوصا أيضا في المشاريع المستقبلية للمملكة العربية السعودية التي تسهم أيضا في تحقيق رؤية المملكة 2030. بالأمس منذ إطلاقكم لمسار التميز من خلال حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير رحب بهذه الفكرة وأثنى عليها. اليوم أنتم إلى ماذا تهدفون من هذه الخطوة الكبيرة والرائدة أستاذ طارق؟ الحقيقة أن الابتعاث بشكل عام كمشروع وطني ضخم يهدف بدرجة كبيرة إلى تأهيل كوادر وطنية من أبناء وبنات الوطن ليعودوا أيضا بمحملين بالعلم والمعرفة والخبرة وأيضا الاحتكاك بالثقافات الأخرى والاستفادة من كل التجارب الجيدة التي يمكن لنا نقلها والاستفادة منها في مشروعنا الوطني المهم، مساهمة جميع أبناء وبنات الوطن في أن يكونوا مساهمين أيضا في النهضة أو التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية. اليوم شروط، هل هناك شروط من الممكن أن يتعرف عليها المستمعين؟ لا شك لدينا مجموعة من الشروط في مسار التميز والابتعاث، منها أن يحصل المتقدم على قبول غير مشروط، وهنا نقطة مهمة جدا بعض الأشخاص يلتمس عليه فكرة ماذا تعني بقبول غير المشروط. الطالب يقوم بالتقديم على جامعة معينة موجودة في القائمة في تخصص معين، ثم يحصل عندما يستوفي على كل الشروط الخاصة بهذه الجامعة يحصل على قبول غير مشروط، بمعنى أنه لا يشترط اللغة الإنجليزية ولا يشترط أي شروط أخرى لبداية البرنامج الخاص به سواء كان في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه. يحق له بعد ذلك تقديم هذا القبول اللا مشروط بأي شرط معين إلى موقع سفير التقديم الخاص بمسار التمييز والابتعاث، ثم يستطيع بعد ذلك الانضمام لهذا المسار ويقوم ببداية الدراسة. أيضا أضف إلى ذلك أنه يجب عليه من ضمن الشروط أن يكون ملتزم بقائمة التخصصات الموجودة، فلا يستطيع الطالب اختيار أي جامعة يريدها وإنما يجب عليه أن يلتزم بهذه الجامعات المتميزة
في القائمة الموجودة في موقع سفير التقديم، ثم يقوم أيضا بالبحث عن اشتراطاتها ويقدم عليها. أيضا يجب أن تكون دراسة الطالب في دولة المقر الرئيسي لهذه الجامعة، لمن لا يستطيع أن يكون في منطقة أخرى ويقوم بعملية الدراسة. هذه الجامعات المتميزة تتطلب حضور الطالب لديها في المقررات وفي إكمال عملية الدراسة. أيضا لا يشترط في هذا مسار تميز الاجتهاد أن يكون لدى الشخص عمر معين، وهذه من الرؤية الجديدة لقضية الابتعاث، وما حرص أيضا عليه وزير التعليم في قضية إتاحة المجال لكل أفراد المجتمع في المشاركة في الحصول على هذه الفرصة في التجربة للابتعاث، وأيضا المساهمة في خدمة الوطن من خلال وضع شروط تسهل لهم أيضا قضية الانضمام للابتعاث، مثل عدم وجود عمر معين للقبول ولا امتداد للتخصص، أيضا هذا لا يشترط. أضف بالإضافة إلى ذلك أنه يمكن الموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص أن يحصل أيضا على إجازة تغطي فترة ابتعاثه، ويستطيع بعد ذلك التقديم على هذا المسار والانضمام وبداية رحلته التعليم. أنا هذا السؤال اللي كنت بسألك هي عن ابتعاث الموظفين الآن الحكومي والخاص بإمكانه؟ نعم بإمكان إذا سمح له من مرجعيته وحصل على إجازة تغطي فترة دراسته، نعم المسار يسمح بذلك، وهذا أيضا من النقاط أو من المزايا النوعية في هذا المسار. اليوم نتحدث على 32 تخصص أستاذ طارق في 70 جامعة حول العالم، بوجهة نظرك اليوم ما أثره المتوقع على بيئة العمل وكفاءة المخرجات؟ سابقا كان الكل يطالب بهذه الخطوة، اليوم أنتم لا تضعون عمر معين بإمكانية السماح أيضا للموظفين، فليما أتوقع أنه الرؤية أشمل وأوسع بالنسبة لكم؟ لا شك احنا اليوم نتكلم عن مرحلة جديدة في مسألة الابتعاث النوعي والابتعاث المتميز، وحنا نريد من الجميع أن يحصل على هذه الفرصة المتميزة أيضا في قضية المشاركة في الابتعاث، وأيضا الانضمام لأفضل الجامعات العالمية. ما يميز مسار التميز تحديدا عن غيره هو تخصصات نوعية جدا تفيد الوطن وتفيد أيضا الأشخاص الذين ينضمون إلى هذه الجامعات المتميزة للعودة أيضا وإفادة المجتمع والمساهمة في تنميته. جميل جدا، أنا بستغل تواجدك أستاذ طارق إذا تسمح لي. أكيد طلاب الجامعة يوجهوا لكم العتب أستاذ طارق، هل الاختبارات هل هي حضوريا أم عن بعد؟ طبعا هذا القرار تم إعلانه مسبقا في البيان الخاص بالوزارة لقضية الدراسة التعليم الجامعي، وهو أن يكون حضوريا للمقررات العملية ويكون عن بعد للمقررات النظرية، وأيضا نص القرار على أنه يترك هذا المجال للجامعات ومجالسها المختصة بإقرار مثل هذه القرارات فيما يخص سلامة الطلاب والطالبات، وأيضا في قضية التقييم المستمر لمثل هذه الجزئيات من خلال لجان أساسية في الجامعات ولجان فرعية في الكليات تقوم باتخاذ مثل هذه القرارات. المؤسسات الجامعية هي مؤسسات مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات بهذا النضج المميز، وأيضا ترك لهم المجال وفق هذه القرارات. لكن هل ما في ممكن يكون مثلا استشارة من التعليم الجامعي أو كما حدث لي التعليم اليوم العام؟ اليوم التعليم العام كما هو أيضا حال التعليم الجامعي وجه الخيار، طبعا الأصل هو التعليم عن بعد أو الاختبارات عن بعد، لكن يترك إلى أولياء الأمور والمدارس. أنتم كتعليم عام أو عفوا كتعليم جامعي، هل ممكن أن تقدمون المشورة للجامعات بجعلها عن بعد؟ طبعا من الممكن، هناك بعض الجامعات طبعا لديها طريقة مختلفة في وضع الاختبارات وأيضا في الحضور للقاعات وللمعامل والمختبرات، لكن الجامعة تقدر هذه المواقف وفق أيضا مساحة المباني الموجودة لديها، وفق أيضا أعضاء هيئة التدريس، وفق الشعب، أعداد الطلاب والطالبات، وهذه كلها يجب أن تخضع أيضا للاشتراطات المبلغة من وزارة الصحة. متحدث الرسمي للتعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمد، شكرا جزيلا لك ولوقتك وأيضا ولما تقدمونه في الوزارة. العفو، شكرا جزيلا.